إنجازات مبهرة وشخصيات عظيمة سطرت تاريخاً مشرفاً لترسم بها الصورة الأجمل لهذا الوطن، وطن عمل على الطاقات وهيأ لها كل السبل لتكون فخراً له في كل المحافل. كفاءات بحرينية رائدة رسمت أسمى معاني النجاح، وضعت نصب أعينها رفعة الوطن والارتقاء به، حاملة رسالة التميز والريادة إلى العالم أجمع. شخصيات بحرينية شكلت قصصاً ملهمة تحكي لنا سيرة أبطالها، نوثقها اليوم لتكون نبراساً لأجيال بعد أجيال تحمل هذه المهمة لأجل وطن لا يعرف المستحيل. أنا من مواليد المنامة وعشت في المنامة معظم حياتي الأولى، رحت مطوع في المنامة وحفظت القرآن، ويذكر علي إن مطوع عند خزران من هني طولها حوالي 10 قدام ولا واحد يقدر يتفاداها. والزين في ذاك الفترة كانت فترة طبيعية، الناس بسطاء ويحبون أهل الفريج، يحبون بعضهم بعض ويعرفون بعضهم بعض. حتى يذكر علي عقب ما ختمت القرآن مشينا في الشارع ويا التحميدة، الحمد لله الذي هدانا والدين والإسلام واستبانا، سبحانه من خالق سبحانا، بفضله علمنا القرآن. وهي طويلة الحقيقة، لكن هذه كانت البداية. أرسلت إلى الهند للتعلم اللغة الإنجليزية لفترة من الزمن، ثم تابعت إلى إنجلترا، وهناك بدأت التخصص. وكانت فترة بداية في الحياة، وصابرت بالحقيقة مثابرة طيبة لين نجحت وخذت الدبلومة. عقب ما أخذت الدبلومة أخذت عضوية جمعية Structure Engineering و Civil Engineering، وهي من أهم الجامعات، من أهم المؤسسات اللي الواحد من خلاله يعني يقدر يسوي Practicing، يعني بمعنى أنه يقوم بأعمال فنية مرتبطة بالهندسة. ثم في إنجلترا بدأت أشتغل على المباني، وأول مبنى اشتغلت عليه أو بديت فيه كنت المهندس الموقع اللي يسمونه، المسؤول عن كل ما يتعلق في الموقع، كان كاستر هول، وهو كان في ذاك الفترة أرفع بناية في لندن. حوالي ذاك الوقت أعتقد أنا مخطئ 10 طوابق، وعشر طوابق ذاك الوقت ممنوع في إنجلترا يبنون أكثر من 10 طوابق. وكانت الحقيقة خبرة وكفاءة ومقدرة، والناس يعني في إنجلترا طيبين، ما ينظرون إليك أن أنت أجنبي، أو ينظرون إلى عملك، إذا عملك متميز وفي مرتبط بالخبرة والكفاءة أنت ماشي بحياتك. وكانت الحقيقة فترة هامة. عقب ما خلصت من هذه البناء والعضوية
رجعت إلى المنطقة، رديت البحرين، ومن البحرين رحت إلى الكويت. مجلس الشورى الحقيقة من المجالس الهامة اللي جلالة الملك جزاه الله خير والله يعطي الصحة والعافية وطولة العمر، اللي أهداها لشعب البحرين ليكون في خدمة البحرين من أجل البحرين. والشيء الجميل الحقيقة في هذا المجلس إنه متجانس، ومعظمه لأن معين كان هناك ارتباط في التفاهم، ارتباط في الخدمة، ارتباط في النظرة المستقبلية، وكانت الحقيقة النظرة نظرة إيجابية، همهم كان خدمة البحرين من أجل البحرين. سمو الشيخ خليفة من الله يحفظه ويعطي الصحة والعافية، الشيخ خليفة ناداني وقال لي أنا ناديك أنت أول واحد نبي نعينك في مجلس الشورى. قلت له جزاك الله خير طول الله عمرك، انت ما قصرت. اول شيء ما قصرت اللي بتعيني في مجلس الشورى، لكن ما قصرت اللي خلتني انا رقم واحد، فانا دائما رقم واحد. جلس يضحك الحقيقه وقال لي يا دكتور انت لك سمعه طيبه ومكانتك طيبه الحقيقه، فلذلك نبيك اول شيء انا ناديتك لان انت اول واحد، لان لك مكانه معينه عندنا وعندي انا خاصه. والشيء الثاني ان انت دخلت في مجلس الشورى مع الاخوان بتأدون الواجب المطلوب منكم لخدمه البحرين. قلت له جزاك الله خير وانا شاكر لك طول الله عمرك، وان شاء الله بس الله يقدرني على ان اخدم ان اكون يعني ايجابي في هذا المجلس. الواقع ان بيت القران له قصه الحقيقه متميزه وطيبه، وهي نعمة من نعم الله اللي الله أنعم علينا في أول شيء أنعم على البحرين لأن يكون فيها بيت القرآن، أنعم علي أنا شخصياً لأن أكون صاحب الفكرة، أنعم على المؤسسة اللي الدينية اللي تعاونت وأنتجت هذا المرفأ الرئيسي. ويذكر علي أول لقاء كان ذاك الوقت الشيخ عبد الله بن خالد وزير العدل والشؤون الاسلاميه، ويذكر علي ان اخبرته ان والله عندي فكره ابى اسوي بيت للقران الكريم وابي مساعدتك وتعاونك. قال هاي قرار يعني بالنسبه لي انا لا باس، ما عندي مانع، لكن لازم بقيه الوزراء يكونون يعني حاضرين وسألونك إذا عندهم أسئلة أو شيء معين يبون يستفسرون فيه. فأنا بجمع لك مجموعة من الوزراء، وكنا الواقع في المحكمة القديمة، وجزاها الله خير والله يرحمها برحمة الواسعة، دعا الأستاذ يوسف الشراوي، الشيخ عبد الله ويوسف الشراوي وإبراهيم حميدان، هاي الثلاثة اللي أذكرهم، وكان ويانا واحد آخر الحقيقة من الإخوان، وقال لهم والله الدكتور يبي يسوي بيت للقرآن وأنا ما عندي مانع كمسؤول ديني، ما لكن قبل نوافق عليه نبي ناخذ آراءكم. والله كلهم كانوا إيجابيين إلا الله يرحمه أخينا الأستاذ يوسف الشراوي. هو ما كان يعني إلا إيجابي، لكن طريقة يوسف الشراوي الله يرحمه قال أنا ما وافق. قال الشيخ عبدالله ليش هذه ما فيها شيء يعني؟ قال له مثل أي شيء هذا لين الله يسلمك اللي يون كان يعني بشدة يبون يسوون، والحين هذه بيت للقرآن لابد أن يكون يعني في مستوى كبير لائق يتناسب مع مكانة القرآن.
فالأخ بيبدأ بغريف غنونة وبيعذبنا، تعال ابنوا لي بناية يسكبرها، ومن بيدفع الفيزات الوزارة، ومن بيدفع المسؤولية الدولة. لا احنا اذا كان عنده يجيب لك البيزات يسلم لك ذاك الوقت ما يخالف. قال الشيخ عبد الله هل هو هون نفسك الحين؟ هي فكرة، ونطالع على كل حال شو يصير في هذه الفكرة، ونتعاون على هالأساس. والله عقب هالاجتماع بتسوي الأمور تتحرك، بمعنى أنه والله عند الدكتور فكرة من لبيت القرآن ونبي يعني نمشي فيها. إذا هم الله خير الأهل الحمد لله من عائلة يعني معروفة وما قصروا، قالوا إحنا بنبدأ نحط مبلغ اللي نقدر نحطه وتكون بداية لهذا المشروع. وجزاهم الله خير ما قصروا، وما بقول العدد الرقم، لكن كان رقم جيد الحقيقة، من 3-4 أصفار اللي يكون على كل حال. لكن المهم إن كانت البداية، وأعلننا عن بيت القرآن وجمع التبرعات. وجزاهم الله خير، جاءوا الناس كثيرين الحقيقة من مساعدتنا. بيت القرآن بني من تبرعات أهل الخير، ما أخذنا تبرعات من الحكومة أبداً إلا الأرض، والأرض هي الحقيقة هدية من الله يرحمه الشيخ عيسى. وتبرع الشيخ عيسى كان هو الأساس لبيت القرآن. وكما ترون يعني إن شاء الله بتشوفون كل مجلس التعاون في ذاك الفترة الزمنية تبرعوا لبيت القرآن من أموالهم الشخصية. أول وسام أهداني الشيخ عيسى، وكان الحقيقة في مجلس الوزراء، في قاعة مجلس الوزراء عند الشيخ خليفة. فالشيخ عيسى أعطاني الوسام، قال هاك ألبسه. قال للشيخ خليفة لا لا أنت لفسي. فيعني هاي بحد ذاته لفتة شخصية من الشيخ عيسى ومن الشيخ خليفة، أنت لبسه. وفعلا إياه ولبسني إياه في البشت. وهذه مثل ما أقول لك يبين لك المودة والمحبة. هذه مثلا الوسام الأول. الوسام الثاني أهداني إياه جلالة الملك مع أعضاء مجلس الشورى، وهو الواقع وسام الشيخ عيسى. وهو الحقيقة من خيرة الأوسمة، يعني مثل بقية أعضاء مجلس الشورى في ذاك الفترة. لكن في وسام الحقيقة متميز من أهدانية من خلال شيخ الأزهر إلى رئيس جمهورية مصر العربية. كان ذاك الوقت حسني مبارك الرئيس، واقترح على شيخ الأزهر أن هذه يستحق أكثر من وسام، لكن نبيك تهدي عليه وسام. فعندي وسام جمهورية مصر العربية للتفوق والإبداع. صرت رئيس لجمعية التاريخ والآثار. جمعية التاريخ والآثار لها ارتباط مباشر في الحياة، ولها ارتباط مباشر بتاريخ البحرين، لها ارتباط مباشر اللي نراه من تراث بحريني في البحرين. فهذا الحقيقة يعطيك مثل ما أقول لك من الإيجابية. ثم عندي اهتمام مثلا جمع الطوابع، فكنت رئيس جمعية جمع الطوابع، كنت رئيس جمعية المعماريين. ففي أشياء كثيرة ارتبطت فيها في حياتي، لكن اهتمامي شخصيا باللوحات الفنية، فكنت أقتني اللوحات الفنية من الخمسينات
ويرجع لي ان اول لوحه جميله الحقيقه لحسين السني. والله وكانت الحقيقة كل الخبرة هذه تجمعت في شخص واحد، والشيء الجميل الحقيقة والمناسب الله يحفظ أم العيار كانت مرافقتني، وكان عندنا ولدين محمد وطارق، وجزاها الله خير هي اللي لاحظت العيال وهي اللي توديهم المدرسة، وأنا ما علي إلا الدراسة والعمل، والحمد لله في نهاية المطاف تخرجنا وخلينا شهادة الدكتورة. لي كلمة أخيرة الحقيقة أود أن أوجهها للشباب لطلاب المدارس، إن الحياة أمامك فانظر إليها بمنظار إيجابي، وخل تكون هي منطلقك الأول لحياة أكثر أهمية لك ولبلدك ولأمتك، وعلى الإنسان أن يسعي، وعلى الله التوفيق.